السلام عليكم ورحمة الله. 314 يوما تمر على فض اعتصام رابعة، 314 يوما منذ ذلك الرابع عشر من أوت المشؤوم، يوم شهد فيه الناس مجزرة على المباشر حيكت في صالونات مظلمة تحت الرعاية السامية للعديد من رؤساء الخليج الذين باركوا الانقلاب العسكري على الحكم المدني والرئيس محمد مرسي. المصريون عزفوا عن التوجه لمكاتب الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية، لكن النسبة الضئيلة للمصوتين لم تمنع الجنرال السيسي من الفوز بهذا الاستحقاق المهزلة بأكثر من 86% من الأصوات التي لم تتجاوز 50% من المشاركين، فوز دون شرعية. إذن العدالة المصرية بدورها بدأت بإصدار أحكام الإعدام والمؤبد في حق العديد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، بدءا بالمرشد العام ومرورا بالبلتاجي والحجازي. المطالبون بعودة الشرعية لا زالوا في الشوارع المصرية، ولا زالت لغة العصا والترهيب هي المنتهجة من طرف النظام الإنقلابي. كيف يسكت المثقف المصري الذي طالما تغنى بأمومة مصر للعالم العربي أمام هذه التجاوزات والخروقات لحقوق الإنسان؟ كيف قابل الأزهر أن تسود صورته لهذا الحد بقبول أحكام الإعدام على دكاترة ومثقفين لم يتبنوا قط استعمال العنف في مسارهم السياسي؟ هل تمثل زيارة العاهل السعودي صكا على بياض للسيسي والحكم العسكري في مصر كما كان الشأن منذ أكثر من عقدين لما زار الجنرال نزار السعودية وحثه يومها العاهل السعودي باستعمال العصا مع الشعب؟ أترككم مع هذا التقرير ثم نبدأ النقاش مع ضيفي الكريم الأستاذ سامح العاطفي رئيس التحالف المصري في بريطانيا. في مشهد غريب وصفه الكثير بالمذل والمخزي لمصر وقوتها والطعن في عزة شعبها وتاريخها، قام رئيس السلطة الإنقلابية بمصر العسكري عبد الفتاح السيسي بتقبيل رأس ملك السعودية عند استقباله بمطار القاهرة داخل طائرته الخاصة، والتي لم يستطع الملك النزول منها بسبب العجز والمرض، شأنه في ذلك كشأن الرئيس الجزائري المقعد عبد العزيز بوتفليقة. وقد تداولت مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فيديو السيسي وهو يقبل رأس ملك السعودية بكثير من السخرية والنكتة، واصفين السيسي بشتى الأوصاف والنعوت التي تحط من قدره كرئيس لأكبر دولة عربية رغم الطعن في شرعيته، حيث قارن أحدهم بين نزول ملك السعودية للسلام على ولي العهد المغربي الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة وصعود السيسي بنفسه للطائرة وانحنائه لتقبيل رأس الملك السعودي في مشهد يذكر بطاعة الخدم لأسيادهم وأولياء نعمتهم. كيف لا والسعودية قدمت المليارات من أموال الشعب السعودي لوأد ثورة 25 من يناير عام 2011 بغرض تقويض المكاسب الديمقراطية للشعب المصري وتقوية عضد الإنقلابيين ضد إرادة الشعب المصري والإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي والزج بأنصاره من رافضي الإنقلاب في غياهب السجون بعد حملة سياسية وإعلامية شرسة لنزع الشرعية عن الإخوان واعتبارهم منظمة إرهابية يجب استئصالها وإبادة أنصارها، وهو الأمر الذي تجسد في إصدار أحكام بالإعدام في حق المئات منهم وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة، والتي راح ضحيتها 700 من أنصار الإخوان المسلمين بعد أن أطلقت قوات الأمن النار عليهم ما أدى إلى سقوط شرطيين آخرين. هذه الأحكام التي تم تثبيتها من طرف القضاء المصري تزامنا مع قدوم ملك السعودية إلى مطار القاهرة وتقبيل السيسي لرأسه اعترافا منه لدور الملك ومساهمته الأساسية في تثبيت الانقلاب على الشرعية وتوفير المال لقمع المظاهرات الشعبية العارمة ضد الانقلاب وسلطته غير الشرعية، رغم انتخابات أحادية خاضها السيسي لوحده بمشاركة أرنب واحد لا حول ولا قوة له. أحكام الإعدام التي يريد من خلالها السيسي تصفية جسدية دموية لأنصار الشرعية التي أفرزتها الصناديق الشعبية بعد ثورة يناير ليست الأولى في المسار الدموي للسيسي للوصول إلى الرئاسة والبقاء فيها، فقد وصل السيسي إلى قصر الرئاسة على جثث الآلاف من المصريين الرافضين للانقلاب والذين اعتصموا بميدان رابعة العدوية في إحدى أكبر المحارق البشرية التي ارتكبها نظام مستبد في حق شعبه، محاولا توقيف مسار التاريخ المستبد
المتغير ولصد حركة التطور والتقدم الحتمي لمصر ولكافة الدول العربية. فمهما على صوت الباطل والرداء والجهل والاستبداد، فإن صوت الحق والمعرفة والحرية والتنوير هو الفائز في نهاية المطاف، وهذه سنة التاريخ. تقرير زميلي الأستاذ محمد مغراوي، أهلا وسهلا بك أستاذ سامح. نبدأ بهذا السؤال الغريب الذي يفرض نفسه دائما، لماذا تغيرت نظرة رؤساء الخليج وعلى رأسهم عاهل السعودية إلى جماعة الإخوان المسلمين؟ يعلمون جيدا أنها جماعة سلمية لم تتبنى العمل المسلح منذ نشأتها، كيف تغير الوضع إلى هذا الحد؟ ونحن نعلم أنه خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات كانوا الممول الأول لجماعة الإخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أتحفظ على موضوع الممول الأول، وما حدث بعد أن تم تسليم حكم مصر لمجموعة من الضباط المرتزقة، ما يسمى الإنقلابيون الأوائل، ضباط الأحرار، وكان الجيش الإنجليزي الجيش البريطاني موجود في القاهرة في مصر 80,000 جندي وضابط بريطاني ومجموعة من ملازم أول وملازم تاني ورائد يستطيع أن يسيطر على القاهرة. فكانت هذه مؤامرة بدايتها، فعندما نكل بهم جمال عبد الناصر، وكانت هذه أهم أولوياتي وأهدافي هي القضاء على التيار الإسلامي، فبدأ بالإخوان المسلمين لأنهم كانوا طليعة للثورة على الملك في ذلك الوقت، ولذلك تم سجنهم وإعدام قادتهم. فهرب كثير من قيادات الإخوان المسلمين إلى المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية كانت حاضنة للإخوان المسلمين، عملوا هناك، كانوا أساتذة وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين، ولم يكن هناك ثورات ولا ربيع عربي. ولكن الذي اختلف، وهم يعرفون جيدا، المملكة العربية السعودية تعاملت مع الإخوان المسلمين، يعرفون جيدا أنهم لا ينتهجون العنف وينتهجون الإصلاح الاجتماعي. ورغم ذلك، ولكن لأن الجديد في هذا مسرح الشرق الأوسط تغير. هل تظنون أن ظهور الثورات العربية، الربيع العربي كما تسمونه، أخلط هذه الأوراق وأصبحت دول الخليج تخاف من ريح الديمقراطية التي زعزعت كيان العديد من الأنظمة العربية، خافوا أن تصلهم وبدأوا بقطع الطريق أمام الإخوان المسلمين بدءا في مصر؟ بكل تأكيد، نجاح أي ثورة شعبية إسلامية أو يتبناها الإسلاميون هو نجاح سوف يهدد الممالك والعروش الخليجية، لأنه لا توجد ديمقراطية، عائلة واحدة تحكم وتملك، هناك فساد مستشري في دول الممالك العربية، هناك فقر وبطالة رغم هذه المليارات من أبار البترول. ولكن كما يعرف الجميع أن الكوروبشن الفساد منتشر كثيرا، فالإخوان المسلمين يمثلون تهديد لكل الممالك العربية، ليس لأنهم إخوان مسلمين، ولكن لأنهم نموذج لإسلاميين سوف يتقاسمون السلطة والعدالة الاجتماعية وصورة للطيار الإسلامي، وهذا لا لا يعني لا تشجعه المملكة العربية السعودية. وذلك بدأوا بمصر وتونس وليبيا ويخافون أن تنتشر هذه العدوى، عدوى الديمقراطية والمطالبة بالحقوق بين شعوبه. شكرا أستاذ سامح، سأعود إليك. انضم إلينا أستاذ ماجد المصري، ناشط سياسي مباشرة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ ماجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ ماجد. كيف تقرؤون هذه الصورة المخزية إعلاميا إن صح التعبير، عندما يصعد رئيس بلد إلى طائرة الرئيس الذي يزوره؟ هذا لم نشهده منذ قبل. كيف تحسون أنتم كمصري، كمثقف مصري، عندما يصعد الرئيس المنتخب الجديد إلى طائرة رئيس يزوره في بلده؟ الحقيقة هو الأمر ده ليس مستغربا، وإن كان هو نوع من العار على كل مصري، لكن الأمر ليس مستغرب. فعبد الفتاح السيسي هو صنيعة آل سعود على رأسهم الملك عبد الله والأسرة والحاشية السعودية التي تتحكم في أموال ومصائر الشعب السعودي. السعودية هي التي مولت الانقلاب العسكري الذي أودى بحياة المصريين وقصف المساجد وأحرق المصاحف وأغلق ما بقي من مساجد مصر بأيدي وأموال هؤلاء الذين يتحكمون في مصائر الشعب المصري. وليس هذا فقط،
فإن أي خراب في الدنيا بيحصل للإسلام فاعرف إن وراء آل سعود بأموالهم التي لا يجدون مكان ينفقوه فيه إلا أن يتحالفوا مع الصهيونية العالمية المسيحية من أجل أن يضروا بالإسلام والمسلمين الذين يريدون أن يطبقون الإسلام واقعا يعيشون فيه معياره العدالة والحرية والكرامة. فلا عجب ان يطلع عبد الفتاح السيسي المفروض اللي هو مفترض ان هو رئيس مصر، ولكن هو ليس رئيسا للشعب المصري، هو رئيس على الشعب بتاعه بس اللي هو الشعب السيسي. الشعب السيسي بس هو اللي راضي بان يكون مثل عبد الفتاح السيسي هو رئيسه. لا عجب ان هو يطلع للكفيل السعودي بتاعه اللي بيديله الفلوس عشان خاطر يقتل بيها المسلمين في مصر، ان هو يهين نفسه ويهين كرامته ان هو يطلع يقبض راس واحد عنده 92 سنة من أجل أمواله والفلوس اللي هو بيبعتها عشان يقتل بها المسلمين والأطفال في الشوارع عندنا في القاهرة. أستاذ ماجد، عندما نرى هذه الصورة الرئيس المصري الجديد وهو يقبل رأس ولي نعمته كما تقولون، هل تظنون أن هذا دليل صارخ على أن السعودية على رأس العديد من الدول من دول الخليج سوف يمولون مصر، لأن لحد الساعة لازالت المشاكل الاجتماعية ظاهرة في الشارع المصري، لم يستطيعوا حتى إسكات الناس ولم يستطيعوا شراء السلم الاجتماعي كما يسمونه؟ الحقيقة أن السعودية وما تحالف أو النظام السعودي وليس السعودية، فأنا أعرف كثيرين من أبناء الشعب السعودي الحقيقة هم متدينون بالفعل وهم يرفضون تماما ما يفعله النظام السعودي بالمسلمين في أنحاء العالم وخاصة في الشعب المصري وفي إسلام الشعب المصري. فالنظام السعودي والأنظمة الأخرى المتحالفة معه من الأنظمة التي تحالفت مع اليهود صراحة زي النظام الإماراتي أو بتتعاون معه خلسة زي النظام الكويتي، وكلها ممالك ما أنزل الله بها من سلطان في إدارات الحكم يتحكمون في أموال المسلمين. هؤلاء أعطوا عبد الفتاح السيسي 20 مليار دولار إلى الآن في أرقام معلنة، أما الأرقام التي تخفى على الشعوب هذه الشعوب المسلمة المغلوبة على أمرها سواء في الكويت أو الإمارات أو السعودية أو مصر، فإن هذه الأموال تتضاعف التي أخذها عبد الفتاح السيسي وأنفقها على اللواءات في مصر وأنفقها على البنزين والسولار ووقود الطائرات والأسلحة التي ضرب بها أطفال المسلمين في القاهرة. شكرا ماجد، أبقى معنا ماجد من فضلك. الأستاذ أسعد هيكل محامي وناشط سياسي معنا من مصر. أستاذ أسعد، كان ماجد يقول الآن للتو بأن العاهل السعودي على رأس العديد من الدول الخليج الذين يساندون حكم العسكر كما يسمونهم أعطوا سكا على بياض للسيسي لشراء السلم الاجتماعي، لكن المشاكل الاجتماعية باقية، العديد من المشاكل الاقتصادية سوف يعيشها الشارع المصري وهنالك غليان كبير، لكنكم ترون كذلك؟ هل ترون كذلك أن صعود الرئيس المصري الجديد إلى الطائرة هو منطقي بالنسبة للإعانة الكبيرة التي يعطيها العائد السعودي للنظام الجديد للسيسي؟ أولا السلام عليكم وتحياتي لك ولضيفك ومحدثك ولمشاهدين قناة المغربية. أهلا بك. يعني في الحقيقة لا سمعت الأستاذ ماجد المصري ويتحدث عن توصيفه صعود المشير عبد الفتاح السيسي لطائرة جلالة الملك وتقبيل رأسه، لأنه وصفه بأن ذلك عار على كل مصري. يعني أنا هبدأ بسؤال أوجهه للأستاذ ماجد الذي يسمعنا الآن، إذا كان السيسي قبل رأس الملك فحسن البنا المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين انحنى وقبل يد الملك عبد العزيز آل سعود، فماذا تسمي هذا؟ حسن البنا لم يكن رئيسا انذاك لاكبر بلد عربي يقال انه ام الدنيا، لكن اسعد استاذ اسعد هيكل ما يثير الاستغراب في الواقع ان العاهل السعودي نزل من هذه الطائره سويعات قبل ذلك وهو في المغرب، والتقى بالرئيس المغربي والتقى بولي العهد بالملك المغربي والتقى بولي العهد كذلك الذي لا يتجاوز 15 سنة، لماذا لم ينزل لسويعات كذلك في مصر؟ يا أستاذ عبد العزيز،
عبد الغني، أنا أتحدث هنا عن الإزدواجية، لا أتحدث عن رئيس وعن مرشد، أنا أتحدث عن الإزدواجية في تسويق الآراء وفي التحليل السياسي. هو لا يستطيع أن يصف ما قام به حسن البنا بأنه عار كما يصف ما قام به المشير عبد الفتاح السيسي، لأن هذه جماعة تعيش بهذه الإزدواجية وتعيش بمبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة. السعوديين الذين احتضنوا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الستينيات وأوائل السبعينيات، الآن جماعة الإخوان وأعضاءهم كما تسمعهم الآن يتنكرون بالسعوديين. في الحقيقة أنا تفسيري لهذا الأمر أننا يجب ألا نتوقف عند العلاقات الدبلوماسية حينما نتعامل مع أشقائنا الإخوة السعوديين. أذكرك وأذكر المشاهدين بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن حينما أوصى العرب قال إن لكم في مصر نسبا وصهرا. العلاقة بيننا وبين شعب المملكة العربية السعودية تمتد لآلاف السنين منذ هجرة السيدة هاجر رضي الله عنها وولادة إسماعيل أبو العرب، مرورا بزواج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من السيدة المصرية ماريا القبطية، وانتهاء بالعلاقات القائمة بيننا وبين شعب المملكة في الصهر وفي النسب بيننا وبينهم. أستاذ هيكل من فضلك، جميل هذا الكلام، جميل جدا، لكنني الآن أتحدث إلى المحامي الذي تمثلونه. يقال في الصحف العربية والمغاربية بأن العاهل السعودي والرئيس المصري اتفقا على تنظيم حملة دولية لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، كما أن هذه الزيارة تزامنت بعدة قرارات قضائية مفادها إعدام والمؤبد للعديد من كوادرة الجماعة. أنا أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تسير من خطأ إلى خطأ، هي التي تؤدي إلى التضييق عليها ليس في مصر فقط بل في مختلف أنحاء العالم. رأينا ما حدث في كندا واللجنة التي شكلت في البرلمان الإنجليزي لمراجعة أفكار الجماعة، ليس لمصر دخل فيها أعتقد ولا السعودية لا كذلك. على جماعة الإخوان المسلمين أن تراجع أفكارها اللي أنا بسمعها من محدثك عندك في الاستوديو لازال يتحدث عن أن هناك ثورة إسلامية. أستاذ هيكل من فضلك، أنا لا يمكنني أن أقف عند هذا الكلام وأصمت، أريد منك رأيك كرجل قانون أمام هذه القرارات القانونية تجاه كوادرة الجماعة الإخوان المسلمين. هنالك قرارات قضائية مفادها الإعدام والمؤبد، ونحن نعلم جميعنا الداني والقاسي بأن الدكتور البلطجي لم يتبنى قط في حياته السياسية، لم يتبنى العمل المسلح، لماذا يحكم عليه بالإعدام؟ شوف، القضاء المصري يحكم بما يوضع أمامه من أوراق وأدلة. أنا لست قاضيا حتى أعيب على الحكم أو أقول شيئا عن حيثيتي، لكن أستطيع أن أصفه بالتأكيد أنه حكم شديد. هناك أيضا وجهة نظري مبالغة في العدد الكبير الذي يصدر ضد مثل هذه الأحكام. على الصعيد الحقوقي أيضا لاحظنا بعض من الإخلال بحق الدفاع، لم يمنح المتهمين فرصة كاملة. جميل جدا، هذا ما كنت أريد سماعه. أستاذ هيكل أبقى معنا من فضلك، أعود إليك أستاذ سامح. الأستاذ هيكل يقول بأن لماذا أنتم دائما متشائمون، هؤلاء جيراننا وإخواننا في الدين وفي العقيدة يعينون الدولة المصرية، والكثير من كوادرة الجماعة كانوا متواجدون في هذه الدول لسنين عديدة، وكانت هذه الدول الخليجية تمدهم بيد العون، والآن من الطبيعي ومن البديهي أن يصعد رئيس شاب نوعا ما إلى رئيس وعاهل الدولة السعودية وإن كان مريضا نوعا ما، فهذا طبيعي جدا، وتقبيله يبدو أنه عادي كذلك بالنسبة للأستاذ هيكل. هو أولا ردا على الأستاذ هيكل عندما قال ربط بين نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلاقة الشعب الحكومة السعودية وآل سعود بالشعب المصري، وأعتقد أن هذا ليس من السياق. لا آل سعود هم أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الشعب المصري المتواجد الآن الذي يرضخ نصفه تحت خط الفقر بسبب سياسات العسكر منذ الانقلاب الأسود في 52. فهذا الربط هو ربط ضحك على العقول واستهتار بها، لا يوجد رابط. ما حدث هو أن المملكة العربية السعودية مولت
كل الجرائم التي حدثت في مصر وهم شرقاء في هذه الجريمة. عندما يتم إغلاق أمس يوم الجمعة أكثر من 664 مسجد، ووزير الأوقاف الذي لأول مرة في مصر وفي التاريخ لم يحدث تحت الاحتلال الفرنسي ولا الاحتلال البريطاني أن يتم صلاة جمعة خلف المذياع، شغلوا مذياع في اسكندرية في أحد المساجد، لأن لم يستطيع الإمام أن يخطب لأنه ليس خريج الأزهر. الزوايا تم إغلاقها في مصر، تحفيظ القرآن في رمضان تم إلغاؤه، وزير الأوقاف الإنقلابي يتقدم بمشروع لإلغاء مكبرات الصوت في الأذان، يريدون إسلام داخل قلبك حتى يصل يقول للمصريين صلوا داخل قلوبكم كما كان يحدث في بدايات الإسلام. والأستاذ أسعد لم يتكلم عن إبادة الآلاف ولا انتهاك الأعراض في السجون، وهو رجل قانوني ويقول لك أحكام مشددة. أي أحكام مشددة؟ هؤلاء القضاء أفرجوا عن كل اللصوص الذين سرقوا مصر ولم يحدثنا عن المليارات التي تم سرقتها، وليست المعونات التي تأتي من دول الخليج فقط بل موارد مصر أيضا. تم تأميم قناة السويس لهؤلاء المؤسسة العسكرية، يديرون أكثر من 45% من اقتصاد مصر، ويحدثنا عن العلاقات الأخوية. أي علاقات أخوية؟ لا بروتوكوليا يتم استقبال رئيس في الطائرة، وقادم الحرمين لديه القدرة على أنه يصعد الطائرة ولديه القدرة على أنه ينزل من الطائرة كما حدث في المغرب وكما حدث عندما ذهب إلى المملكة. شكرا أستاذ سامي. عود إليك الأستاذ ماجد. الصحافة الأوروبية لا تكتفي بالضحك والاستهتار بهذه الزيارة وصعود الرئيس المصري إلى العاهل السعودي وتقبيل رأسه، لكنها تتحدث كذلك عن قضية محاكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة يوم السبت بسجن 3 سنوات على 9 طلاب قصر والسجن المشدد 7 سنوات ل14 طالبا آخرين و5 سنوات لطالب آخر، وسنة مع إيقاف التنفيذ لطالبا آخر في قضية معروفة إعلاميا بأحداث جامعة الأزهر. الطالب المصري الذي يذهب هذه المؤسسة العريقة الدينية الأزهر أصبح يحاكم كالسارق الآن في مصر. أين هم المثقفون المصريون؟ لماذا لا ينددون بهذه الأحكام التعسفية؟ استكمالا فقط للأستاذ أسعد هيك اللي بيحاول يقول أن آل سعود ينتسبون إلى الرسول وينتسبون إلى نسب شريف، هو لو دور في حقيقة نسب آل سعود سيجد أنهم ينتمون إلى عبد الله بن أبي بن أبي سلول وليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فليدور على نسبهم كويس ويعرف نسبهم فين، ومن أفعالهم يبان الأموال اللي بيدفعوها عشان يقتل بيها تقفل بيها المساجد وتحرق بيها المصاحف، ده لا يدل على نسب شريف على الإطلاق. دي أولا. النقطة الثانية، ما يحدث في الأزهر والحكم المشدد على طلبة الأزهر بالحكم بالسجن المشدد، ده يأتي في إطار المنظومة اللي اتخذها نظام 3 يوليو ومن يسيرون في فلكه من أمثال الأستاذ أسعد، اللي هو يريدون هوية جديدة لمصر بعيدا عن الهوية الإسلامية، فكل ما يعبر عن الإسلام أو زي ما يكون رمز أو كلمة حتى أو صورة أو ورقة أو كلمة تتحط على الحيطة يقول لك هل صليت على النبي اليوم، بيحاربوها. بيحاربوها ليه؟ عشان هو بيحاربوا الهوية الإسلامية، يريدون هوية أخرى هي الهوية يا إما العلمانية أو المسيحية الصهيونية المتحالفين معها والمتحالفين معها نظام آل سلول في السعودية. شكرا أستاذ ماجد مصري، كنت معنا من مصر، أنت ناشط وسياسي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. أعود إليك أستاذ هيكل، من فضلك حبذا لو تشرحون لنا وللمشاهد العربي الكريم قضية الملفات التي تبعث من المحكمة إلى مفتي الأزهر، ما مفادها؟ هل مفتي الأزهر يمكنه أن يقول لا لهذه المحاكمات والإعدام الذي المفترض الذي قضت به المحكمة المصرية؟ نعم، بالنسبة للأحكام أنا هعقب عليها، بس أنا عايز أعقب على ما قاله الأستاذ ماجد منذ دقائق. في الحقيقة الأستاذ ماجد أنا مندهش، يكذب علي أنا على الهواء الآن. أنا لم أقل أبدا أن آل سعود ينتسبون إلى الرسول، لم أقل ذلك ولم يرد على لساني، وتسجيل الحلقة موجود يعني ارجعوا له، لكن أن يكذب علي بهذا الشكل الفذ على الهواء. خلاص أستاذ أسعد من فضلك، لأن ماجد المصري لم يبقى معنا ليس له حق الرد، من فضلك جاوبني على السؤال الذي طرحته عليه. أنا قلت أن بين أهل مصر وأهل السعودية نسب وضربت أمثلة عبر التاريخ، لكن لم أنسب أحد على الرسول ولم أنفي نسب أحد على الرسول. بارك الله فيك. نرجع إلى قضية الملفات التي تعطى إلى مفتي الأزهر من فضلك.
أنه يتهمنا بأننا نعمل ضد الهوية الإسلامية. يا أخي أنتوا أفسدتوا علينا ثورة 25 يناير وجيتوا ركبتوها وسرقتوها وأدرتوا ظهراكم للشباب اللي قام بهذه الثورة واتهمتوه وتتهموه ولا زلتم تتهموه بأنه شباب علماني يسجل لدولة مسيحية صليبية علمانية كافرة. أستاذ هيكل من فضلك الوقت يداهمنا، هل يمكن لمفتي الأزهر أستاذ هيكل من فضلك رجاء هل يمكن لمفتي الأزهر أن يقول لا لإحكام إعدام في مصر بعد أن تطلع على الملفات وعلى الأدلة؟ حيش أنه يتردد، ما فيش حاجة اسمها حد ضد الدولة الإسلامية. إحنا هنا في مصر في رباط إلى يوم الدين، مسلمين ومسيحيين في دولة واحدة تعيش بسلام وأمان وسط حروب مذهبية وطائفية ودينية مشعلة في جميع الدول العربية. ارفعوا أيديكم عن أقول لمن يتحدث عن ذلك، ارفعوا أيديكم عن نبرة الفتنة الدينية في مصر. كفى عبث. الأحكام إحنا بندينها إدانة صريحة، لكن إحنا في ذات الوقت بنقول إن أمامكم درجات للتقاضي والتاريخ يشهد عليكم. شكرا أستاذ هيكل، طرحت عليك السؤال مرتين نفسه لكنك لم ترد علي، أرجو أنك سوف ترد علي في المداخلة القادمة. نيفين ملك قيادية في جبهة التغيير من قطر معنا الآن، السلام عليكم ورحمة الله أستاذ نيفين. وعليكم السلام ورحمة الله. جبهة الضمير. جبهة الضمير، معذرة أستاذة نيفين. أهلا بك أستاذة نيفين، ما هي قراءتك لزيارة العاهل السعودي لمصر، صعود الرئيس المصري الجديد إلى الطائرة، تقبيل رأسه، كل هذه أصبحت ضجة إعلامية في الصحف العربية والدولية؟ يعني أنا شايفة إن الموضوع يؤخذ في إطاره العائلي يعني مش أكتر. يعني إحنا المفروض دي زيارة ليست رسمية، وإن تم الإعلان عنها فأي يعني مبتدئ في السلك الدبلوماسي بيعرف إن الزيارات الرسمية لها بروتوكول وليها آليات في إدارتها وليها آليات عن إعلانها ويعني مراسم الاستقبال. ويعني في النهاية إذا عددنا أن الزيارة رسمية فهي طبعا مش زيارة رسمية، ومن ناحية البروتوكولية لا يجوز طبعا لرئيس دولة أنه هو يتداول أي شأن من شؤون الدولة على متن طائرة، ودي أحداث يعني لم تعرفها الدبلوماسيات الحديثة. لكن هو الموضوع أنا بشوفه في إطار العائلي، يعني هو في إطار عائلي ودي حميم نتج عنه حتى ان الرئيس السيسي على متن السيارة قبل رأس خادم الحرمين في إشارة منه انه هو يعني بيكن له مشاعر أبوة، مشاعر تقدير. وبالتالي اعتقد برضو ان تأكيد خادم الحرمين على انه هو بيفوت على مصر كده زيارة سريعة يطمئن على أولاده هي كلها في إطار العائلي، يعني حاجات عائلية كده. ما أستاذ نيفين، أستاذ يعني هيكل صرح لنا منذ قليل بأن جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم عبر العالم لا زالوا يصرخون في بوق فارغ ويقولون يريدون إشعال الفتنة والطائفية في مصر، لكنهم كانوا هم المستفيد الأول من الريع السعودي والخليجي منذ سنوات، لكنهم الآن ينبذون هذا العمل الذي قاموا به منذ قبل، يقوم به نفس الشيء الرئيس المصري الآن، وهذا أمر طبيعي بالنسبة له. هل تظنين بأن كل هذه الشيكات على بياض التي تعطى إلى النظام المصري هي شيكات وأموال سوف يشتري بها الرئيس السيسي السلم الاجتماعي في مصر، أم أن الأمور والأخطار والمشاكل الاقتصادية التي تحدق بمصر سوف تكون أكبر من كل الإعانات؟ يعني خليني أقول لك إن يعني في غياب الدولة بتأتي الشراكات اللي بتبقى شبه يعني بيتم التلاعب فيها بكل الأوراق، أيا كان ورق طائفي ورق دين، خلط الدعوي بالديني. يعني في النهاية ده بيقول إن المنظومة منظومة خاطئة، إن نحن لسنا أمام دولة،
وعايزه اقول لك ان احنا يعني على اختلاف المراحل من سنه 52 و54 احنا تم تداول علينا انظمه لم يتم تداول علينا دول. يعني حتى هو مفهوم الدوله، دوله المواطنه، دوله المواطنه اللي فيها سلطات الدوله بتبني منظومة مجتمع فاعل وبتحمي هذا المجتمع بكل عناصره وكل أطيافه، وبيتم فيها التعامل بس من مبدأ المواطنة بدون النظر للعرق أو الدين أو الهوية أيا كان. ده لم يتم حدوثه منذ 54 وحتى تاريخه. ليه؟ لأن في النهاية إحنا مع قيام ثورة 25 يناير حبينا إن إحنا نأصل لدولة، دولة بمفهوم الدولة الحديثة، الدولة الوطنية الجامعة التي يستظل المواطن تحتها بهوية المواطنة وليست أي هوية يعني أخرى ناتجة عن أيديولوجية أو ناتجة عن عرق أو دين أو مفهوم أيا كان. لكن هي المنظومة لم تكتمل لأن تم الإطاحة بكل الحلم لشباب الشباب اللي خرج 25 يناير وانقضت الثورة المضادة من جديد، ويعني استطاعت بالقوة القاهرة أنها تفرض أمر واقع. الأمر الواقع ده في تعاطي مع المجتمع هو يعني بيلعب بنفس الكروت، يعني تلاقيه هو برضو بيستحضر المؤسسة الدينية متمثلة في الأزهر، متمثلة في الكنيسة، دايما يتحدث على انه الرجل المؤمن الصالح الذي يحكم المجتمع يعني بالصلاح بالتقوى، يعني كل ده اللي دغدغت المشاعر واللعب على يعني وعي الشعب اللي هو في مجمله حقيقي يعني نسبة كبيرة منه لم يعني تنال قدر من التعليم، وللأسف اللي نال قدر من التعليم تم تسليط عليه هواجس الأمن القومي والإرهاب والإسلاموفوبيا وقصص كتير جدا جدا لكي يعني يفرز المجتمع على من هي الشديدة القسوة. أعمل هذا النظام آلية يعني القمع والقهر، ويعني والجميع للأسف